تعالوا نتعرف عن 6 ألعاب كانوا أقل من مستوى توقعات. معنى ألعاب محبطة يعني ألعاب طلعت أقل من مستوى توقعاتي، ممكن يكون فيهم حاجات كويسة بس التجربة في 6 ألعاب دول ما كانتش تجربة متكاملة. لذلك القائمة دي هي 6 ألعاب تمنيت إنهم يكونوا أفضل من كده ويكونوا بنفس قوة السلسلة اللي جابتهم. ماس افكت اندروميدا، بالرغم ان الابديت يعتبر صلح كل حاجة بس ما ينفعش اننا ننسى الكارثة اللي حصلت. كشخص محب وبعشق الثلاثية اللي نزلت، فجزء اندروميدا ما ينفعش يكون ضمن السلسلة دي. وهنا انا بتكلم عن القصة والشخصيات والحوارات اللي كانوا اسوأ شيء في اللعبة. ممكن اللعبة تكون ممتعة ومسلية في بعض الحاجات، بس ده مش معناه انها التجربة الاسطورية اللي الكل تمناها. فالتجول في الكواكب وبعض المهام الجانبية الممتازة، بس حتى المشاكل التقنية واللي لحد دلوقتي اللعبة فيها مشاكل تقنية، وطبعا لما نزلت فكانت كارثة. والامر الغريب ان اللعبة كانت محتاجة وقت اطول في التطوير، وحتى عناصر الار بي جي والاختيارات فكانت ملهاش اي تأثير، الامر اللي هيصدمك. فليه اللعبة كان فيها اختيارات طالما ما فيش اي اختلاف يذكر في سير القصة؟ فاللعبة كان فيها مميزات وفيها عيوب، وبصراحة كنت متوقع التجربة ما تقلش ابداع عن الجزء الثالث. The outside woman has this world's destruction in her womb. Outlast 2، مع كل احترامي لمؤلفين القصة بس انا اسف، تطور اللعبة كان شيء سلبي اكتر من ايجابي. فالجزء الاول العظيم كان هو التجربة المثالية، اما الجزء الثاني فكان بيعاني من مط بدون اي سبب. فمثلا لحظة المدرسة عانت من تكرار في الاحداث من نص اللعبة واستمر حتى النهاية. فهنا كان بيحصل حاجات، واللي اختلفت عن اول جزء اختلاف جذري، وهو ان اللعبة اعتمدت على الجامب سكير بدل من المطاردة اللي كانت اهم ما يميز اول جزء وسبب نجاحه. فبصراحة التجربة هنا كانت اقل من مستوى توقعي، والجزء الاول بالرغم ان الميكانيكس فيه كانت بسيطة بس بصراحة كان اروع، حتى كانت كاتمة للانفاس. لكن طبعا على صعيد الاجواء والرعب النفسي والقصة فالجزء الثاني رائع. سنايبر جوست ووريور 3، للجوء لعالم مفتوح طالما انت في غنى عنه. قلة افكار اللعبة ومشاكلها التقنية خلت اللعبة تكون كارثة، حتى اللودينج سكرين اللي كان طويل بمبالغة. فالتجربة بشكل عام اللي قدمتها كانت اقل من عادية. بصراحة كنت متحمس لها بس افكارها القليلة واتجاهها الجديد قضوا على اللعبة. ستار وورز باتل فرونت 2، سبب إضافة اللعبة في قائمة ألعاب أقل من مستوى التوقعات هي تعظيم اللعبة نفسها. الأمر المضحك إن اللعبة قصتها آخرها 4 ساعات، مع العلم إن استوديو دايس قال على مود القصة إنه عميق، ومعارك الفضاء تعتبر لعبة مستقلة، والتفاعل في العالم الضخم وحتى الاختيارات الصعبة، ده اللي قاله فريق التطوير عن اللعبة، بالإضافة إنها هتكون أضخم ألعاب الشوتينج في تاريخ الشركة. وقال ان قصة اللعبة طويلة وهي قصة جديدة واصلية وفيها ترابط بين احداث اللعبة وعالم الفيلم، بس احب اقول ان الكلام ده كله كذب والقصة ما قدمتش اي شيء من اللي اتقال. اول ما هتبدأ تتفاعل مع قصة اللعبة فهتلاقي اللعبة خلصت. طبعا ما فيش اي ادنى شك ان اللعبة هي اونلاين، ووجود القصة كان امر ملوش اي لازمة. ألعاب السباقات دايما في تطور وبتقديم أفكار مميزة، لكن نيد فور سبيد بدل ما تتطور معاهم فهي بتتأخر، والأجزاء القديمة شايفها تتفوق على الأجزاء الأخيرة. نيد فور سبيد بيباك من عروضها شفنا مطاردات البوليس حاجة خرافية، لكن بعد نزولها فهي دي اللعبة اللي شفنا إعلاناتها، بصراحة فرق رهيب. فمثلا مطاردات البوليس حاجة ساخرة، ذكاء الاصطناعي سيء للغاية، واصلا المطاردة فهي مش مطاردة لكن سباق، انت بتسابق البوليس. حاجة زي كده بتقتل السلسلة، السلسلة اللي تميز بها المطاردات. المضحك اكتر هو تطوير العربية. السلسلة زمان وفي الاجزاء زي موست وانتد القديمة الفلوس اللي معاك بتطور بها العربية، هنا بيحصل حاجة مختلفة خالص، وهي ان عشان تطور العربية بيبقى من خلال انك بتشتري كروت من فلوس اللي بتاخدها من السباقات.
فهنا بيحصل حاجة مقرفة، وهي انك بتعيد السباقات اللي كسبتها عشان خاطر تطور من مستوى العربية، او تلجأ للمحتويات المدفوعة او المايكرو ترانساكشن اللي بفلوس حقيقية، وساعتها هتبقى جامد جدا. فاللعبة كانت عبارة عن ملل رهيب، وهي اسوأ جزء من سلسلة نيد فور سبيد، ده طبعا لو اتغاضينا عن رسومات اللعبة وقصتها اللي كانوا سلبية تانية كبيرة. سايبيريا 3 المفروض كانت تنزل على الجيل اللي فات، بس ربنا كرمهم وخلوها تنزل على الجيل ده، والنتيجة كانت أقل من أسوأ لعبة في 2017. تطوير اللعبة بدأ في 2009، وده معناه وطول المدة دي إننا هنقابل حاجة محترمة تقنيا، ولكن الإجابة لا. بصراحة لو قدرت تلعبها أكتر من ساعتين فأحييك على صبرك. اللعبة كانت عبارة عن شيء ملوش أي معنى، مشاكل تقنية بالهبل، كل شوية بتقابل مشاكل تقنية، الحركة والأنيميشن فهم معدومين، والشخصية أصلا معاقة، وحتى الأصوات وحركة الشفايف اللي مش متطابقة مع العرض ولا الكلام. اللي مستغرب له أن الجزء الأول والتاني كانوا أفضل بمراحل وكانوا فيهم محتوى كويس، هنا الجزء التالت دمر اللي الاستوديو بناه وبذله في الجزئين اللي فاتوا. عموما هو ده الفيديو، وقولولي في الكومنتس ايه اكتر لعبة كانت محبطة او اقل من مستوى توقعاتك لعام 2017. شكرا على المشاهدة، واتمنى انكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم احمد سوري، see you next time.